ورجعنا لكم بعد الفاصل مكملين معاكم تفسير رؤاكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ربنا قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. مش بعض الناس تفتكر ان انا بحرج الناس، ان انا بقول لهم انتوا مش منتظمين في الصلاه ليه؟ ده ممكن تكون رساله ان هي تطيع ربنا. وانا بحيي الست اللي انا قلت لها والاستاذه اللي انا قلت لها ان مش في انتظام في الصلاه، وقالت معناها ان هي عايزه ترجع لربنا. واحنا كلنا عايزين نتمسك بالقران والسنه، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. معانا منال من القاهرة، تفضلي. تفضلي يا أستاذة منال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في الحقيقة أمي كانت مريضة وتوفت علي في رمضان، وأختي الكبيرة رحمة الله عليها الله يرحمها، أختي الكبيرة حلمت حلم اللي هي متزوجة إنه أمي جت. أختك الكبيرة حلمت إيه؟ حلمت إنه أمي هدتني هدية فستان. حاضر. فستان طويل مستور وحلو ولونه أخضر وعليه أشجار أو ورود خضرة وسودة، وكنت مستورة فيها وفرحانة وبجري بعرضه لأختي، يعني بوريها ايش اللي اعطتني امي، كنت مستورة فيه وحلو مرة نعم طويل. معايا؟ بس انا معاك، عايزة بس تفكير الحلم ده. الفستان ده بتدل على الستر. بتدل على الايه؟ انا مش متجوزة. بتدل على الايه؟ انا قعدت علشانها. قلنا انت الفستان ده بتدل على الايه؟ على الستر. ولما اشوفه طويل وكويس عليا، ربنا قال: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ده أمان لك من ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يديم عليك الستر وأن يجعلك في سعادة يعجب الخلق منها، ويواضح من الرؤية أن هي منتظمة في العبادة وفي الطاعة، والله أعلى وأعلم. معنا مين؟ بس أنت من السويس، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لما حلمت بواحدة صاحبتي، صديقتي، هي صديقتي مش صاحبتي، ان هي ليها عضو ذكري وانا ايضا. بس هو ده اللي انا شفته في الحلم. ده لا يقلق خالص، ده بيدل ان انت ان شاء الله ربنا هيجعلك في سعادة وفضل كبير جدا. لان انا اما اشوف كده يبقى انا ربنا هيجعلني مثل الرجال في الطاعة والعبادة، اذا كنت منتظم فيهم. مش منتظم فيهم يبقى هنتظم في الطاعة، لأن ربنا قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وإن شاء الله ربنا حيخرج من صلبك اللي هو يكون فيه سعادة وفيه خير، وحيكون ذريتك إن شاء الله من الذرية كثيرا أولاد وكثيرا فيهم الطاعة للدنيا، والله أعلى وأعلم.